هات ورق البنارسي، بدي اياها مع حمض. ماشي، رح ساويها. وما عاد بدي ارجع لهديك العيلة، لكن شو؟ الأفضل إني ضل بعيد تماماً عن هالعيلة. إيه تمام، إذا هيك كان رأيك فعلاً ماشي. أنت حاسس إنه لازم نضل بعاد عن مازن ديشموخ؟ لكن ماشي، من هلأ ورايح ما عاد رح أقرب منه لمازن ديشموخ. أنت خايف من دون سبب، مو هي الطريقة اللي بدك تفكر فيها. ما حدا رح يقدر ياخد لالا مني لو شو ما صار. ليكن جهزوا. أعطيني. لك يا غبية، أصلاً ما في داعي حدا ياخده منك. هو بعد عنك من حاله لحاله. هداك اليوم هو راح على بيته برجليه. امبارح هو أنقذ حياة جانا كمان. ما بعرف شو ممكن يساوي لسه. بدك تتوقعي كل شيء. هلأ هو عم يحاول يبين إنه هنن مناح. صار لازم امنعه من الروح لعندهم، وحتى لو شو ما كلفني الثمن. حطيت حمض كتير فيها، ولك حرقت لي تمي ولساني. ها لك شو انت حطيت كل الحمض اللي عندك؟ شو ما بتفهم؟ ها بهي المدينة اترك البشر بحالة، ما فيك حتى تلاقي ورقة غار وحدة. استنى، هلأ صار من الواضح إنه فيشنو يوم بعد يوم عم يقرب من عيلة ديشموخ وعم يحاول يرجع لها. والمفروض أنا أمنع هذا الشيء، بس كيف؟ لازم ساوي شي شغلة بسرعة لحتى زيد الفجوة بين مازن ديشموخ وسوهام، وبدي شعل نار الكره والحقد بيناته لحتى ما يفكر يرجع. يعني يا بالان لازم تتصرف فورا. برحب بالكل. اليوم رح خبركم عن المشروع الأجدد والأكثر انتظاراً والأكثر تحقيق لطموح الكل ولطموح شركتنا OVT للصناعات. وأنا متأكد طبعاً إنه بوجود دعمكم ومساعدتكم منخليه سوا ينجح. ومثل ما كلنا منعرف إنه العالم عم يتغير دائماً، ومع هذا التغيير متطلبات الناس واحتياجاتهم بتتغير، ومع مرور الوقت والسنوات نحن كمان بدنا نغير تصاميمنا وسياسة الشغل واستراتيجيتنا. وإذا كان بدنا يضل إلنا وجود بالسوق الحالي، لازم نبذل جهدنا لحتى نواكب التطورات. أنا ساويت خطة عمل. ولحد هون أنا بكون انتهيت من هذا العرض تبع اليوم. شكراً كتير لألكن. أستاذ بتمنى يكون العرض تبعي منيح. بصراحة ما كان عندي وقت كافي لحتى حضره. حضرته الصبح، بس لو كان معي وقت شوي أكتر كنت بتوقع يطلع أحلى. شو صاير؟ في شيء أستاذ؟
وبحسب آخر الأخبار الواردة عن رجال الأعمال، ابن السيد مازن ديشموخ هو مجرم. هي الأخبار سببت صاعقة لمجتمع الأعمال. كتير ناس مشهورين اشتروا أسهم شركة OVT للسيد مازن ديشموخ واستثمروا عشرات الملايين. وهلأ رح نشوف كيف هي الأخبار رح تأثر عليهم. شو عم يساوي الإعلام بالحي تبعنا؟ ما بعرف، لنشوف. وبحسب تحليلات وتوقعات خبراء الأعمال، إذ تم تعيين ابن السيد مازن ديشموخ رئيساً جديداً لمجلس الإدارة، مما سيؤدي إلى ضعف مصداقيته في السوق المهني. وستقوم الشركات المتعاقدة بالانسحاب فوراً. ألو مازن؟ جانا، أنا هلأ قريت الجريدة. مازن شو هذا اللي عم بيصير؟ أنا ما عم بفهم شي. الصحفيين صاروا تحت والشرطة عم تحاول توقفهم، بس ما حدا منهم عم يرضى يوقف حكي. شو عم بيصير؟ جانا، أنتوا وين هلأ؟ نحنا كلنا بالبيت، هلأ سكرنا الباب على حالنا وقاعدين بالبيت. طيب، أنا جاي. مازن بترجاك دير بالك على حالك. خلص جانا لا تخافي، أنا رح أتصرف. بس مين اللي خبر الإعلام؟ وشو عرفهم بكل هاد؟ يا استاذ لو سمحت بس شيء عن استاذ وهي بلشوا يتخانقوا، وهلأ رح تولع بيناتهم، رح تولع، تولع. ليكي جو ماري، يلا معلش خليهم يعرفوا شو هي النتائج تبع تكبير الراس والعلقة مع بالان. علقة سيئة وكبيرة كتير. مازن شو عم تقول؟ معقول يكون بالان اللي سوا كل هاد؟ ايه جانا، بالان عطى الأخبار للإعلام. من قبل هو خرب حياتي الشخصية، وهلأ عم بيخرب حياتي المهنية كمان. هو هدفه الأساسي إنه ألو؟ ألو، مازن دشموخ بالبيت؟ لا مانو بالبيت. طيب فيك تقلي وين ممكن لاقي؟ قصدي اتصلت فيه على رقم موبايله بس خارج التغطية، وانت عم تقول هلأ انه مو بالبيت، لكن وين ممكن لاقي؟ يمكن مشغول بشي اجتماع. هدول مجرمين، هن اهانوك بهالعملة. انا كتير خايفة من اللي ممكن يساووه بعدين. لا مازن، ما بظن بالان يكون هو اللي ساواها. مازن ممكن يكون في حدا ما بده نكون نحن وسهام قريبين من بعضنا بأي طريقة، لهيك هو ساوى كل هاد لحتى نبعد عن سوهام ونشك فيه ونكرهه. ومين بده يعمل هذا الشيء؟ سوهام نفسه ما بده يكون جزء من عائلتنا، ولا بده يكون قريب مننا. شو بيستفاد هذا الشخص إذا كبر الفجوة بيناتنا؟ متأكد إنه بالان هو يلي عمل هيك. الأستاذ مازن دشموخ مانو متواجد شخصياً لحتى يرد على كل أسئلة الناس، بس نحن هلأ موجود معنا الشخص اللي كان السبب بكل هذا الجدال. يا مرحبا فيكم كلكم اخواتي. سيد سهام، صحيح انك بتكون ابن السيد مازن ديشموخ؟ واذا كان ايه، انت وين كنت مختفي كل هالسنين؟ وبحسب مصادرنا كان لك علاقه بجرائم، هل احكي صح؟ مرحبا فيك يا استاذ مازن ديشموخ. مرحبا مدام ديشموخ، يا اهلا فيكي. يا اخواتي سألوا اسئلة قد ما بدكم، بس على مهل واحد واحد. انا قاعد هون ما رح روح على اي مكان، يعني انا بقدر جاوب على الكل، بس اذا بتسألوا واحد واحد. لحظة استنوا، كيف؟ تمام؟
الأستاذ مازن ديشمخ بيكون أبوك؟ لسوء العظ وأبي إيه؟ بيغط النظر عني أنا، هو ما بيقدر يكون قبل أي حدا بالدنيا. مثلاً بتعرفوا بمرة من المرات وقوصت رصاصة بنص صدري؟ لك تخيلوا إنه هذا الشخص اللي واقف حاول يقتل ابنه مرة؟ أنت عم تحكي عن جد إنه الأستاذ مازن ديشموخ مرة حاول يقتلك؟ وحياة أمي ما عم بكذب، أنا عم بكذب يعني؟ تعوا شوفوا هاي، شوفوا شوفوا الإجرام، كلكم اتطلعوا منيح يلا. هو ماله منيح مثل مبين، مانه واحد آدمي وطيوب، هو بني آدم غشاش وخبيث وفوقه كمان، هو رجال خبيث وغشاش. اتطلعوا اتطلعوا. خلاص ما عاد تحكي ولا كلمة. إذا بتتجرأ وبتحكي كلمة تانية على زوجي أنا رح أضربك كف تاني، فهمان؟ ما حكيت شي غلط، مو حضرته هو قوصني؟ إيه بس أنت كمان بتعرف الحقيقة، وقت أنت حطيت المسدس براسي وقتها مازن كان مجبور إنه يعمل هيك. ايه بهداك الوقت هو قوسك، بس ما كان بيعرف انه انت بتكون ابنه، وانا قلت لك هي الحقيقه 10 مرات بس انت ما بدك تفهم. بعد هيك مازن لحاله راح على مركز الشرطه، يعني هو حس انه غلطان وقتها وراح بنفسه لحتى يسلم حاله للشرطه. ساوى كل شيء بيطلع بايده لحتى ينقذك سوهام. حطك باحسن المشافي واخذت احسن علاج وخلى احسن دكتور يشرف على علاجك، يعني عمل المستحيل. بس كرمال تتعافى، يعني هو حس بغلطه من بعدها. وحضرتك من بعد هيك هربت، ومع هيك نحن حاولنا نلاقيك وبلا فايدة. مو بس هيك، هو سحب كل القضايا اللي ضدك لأنه خايف عليك، سحب كل قضايا الجرائم اللي أنت عاملها لأنه أبوك، يعني عمل واجبه تجاهك كأب الكامل. بس أنت، أنت شو عملت؟ سويت واجبك تجاهه كأبن؟ أنا بعرف أنت إلك زمان مو عايش معنا، يمكن ما تكون بتحبنا كتير، بس من وقت ما أنت عرفت الحقيقة إنه نحن أهلك ما تحركت فيك أي مشاعر؟ شو قدمت بالله؟ أنت شو اللي قدمته لمازن؟ هاي الإهانات؟ الاتهامات؟ قلي. حضرتك طبعاً بتتذكر إنك تقوست، بس ما بتتذكر إنه من بعد ما تقوست انعطيت العلاج آلاف المرات بس كرمال الطيب. وانتو ليش اجيتوا لهون؟ هاي كلها أخبار عاجلة، ما هيك؟ فيكن توصلوا لأخباركن العاجلة فوراً. ابن مازن ديشموخ مجرم، هاي أخبار مميزة، ما؟ أخبار قوية عن جد، بس ما حدا فيكن فكر طبعاً إنه يساوي قصة عن نجاح مازن ديشموخ لحتى تخبروا الناس هو كيف صار إنسان ناجح وكيف صار حدا مشهور. ما حدا منكن بيعرف إنه مازن قبل ما يصير مشهور كان يشتغل ميكانيكي، كان قبلها يشتغل بكراج. انتو بحياتكن فكرتوا تقولوا للناس هذا الحكي؟ لا لا، ليش لحتى تخبروا الناس عن هيك موضوع؟ هذا مو مستاهل، بدكن شي مميز أكتر. انتو هيك حولتوا رجال منيح وناجح لحدا سيء. لا مازن، خليني احكي، انتو الإعلام وانتو اللي عندكن سلطة كبيرة، انتو فيكن تعمروا المجتمع وتبنوه أو تدمروه، لهيك بس فكروا شو رح تخبروا المجتمع. وانت نسجت لك احلام كبيره يا سهام، اني بقدر حسنك واني رح اخذك معي على البيت. انا رح اقول للكل كيف هو سهام، لانه حرامي ولانه مجرم. بس للاسف انت رح تضل
لآخر عمرك هيك، لأنه أنت ما بدك تحسن حالك، أنت بدك تضل عايش بالوسخ. هذا مانو غلطك، بس هيك تربايتك. لك أنت بتعرف إنه وين ما كان يروح مازن كانوا الكل يحترموه؟ من وقت ما أنت فتت على حياتنا هو ما عم بيواجه إلا العار. أنت مستحيل تكون مثل مازن. أنا عن جد خجلانة، صرت خجلانة من حالي إني أنا اللي ولدتك وإنه أنت ابني. أنا كمان مو كتير هممني إني يكون ابني. سكوت، لا تحكي ولا كلمة. تستاهل كل اللي صار واللي رح يصير. رجع من محل ما إجيت، وأنا بهاي اللحظة رح أوعدك، أنا وكل عيلتي رح نشهد ضدك بجلسة الاستماع بالمحكمة. شوفك بالمحكمة يا سهام، جهز حالك. يلا جانا. ألو أرجون؟ بورفي قليلي، أنتي اتصلتي فيني كتير، شو في خير؟ أرجون، هو أرجون أنت بتعرف إنه بكرة بتكون جلسة الاستماع لسهام بالمحكمة؟ صح. طيب وإذا؟ أرجون كان طالع أخبار على التلفزيون، كان أخي سهام عم بيحكي ضد أهلي. كيف؟ ضد أمك وأبوكي؟ إيه، معناها أرجون البابا كمان رح يشهد ضد أخي سهام بالمحكمة. ايه هذا الشيء واضح، هيك لازم طبعا. اسمعني أرجون، البابا هلأ صار مصر انه يشهد ضد اخي، انت هلأ اخر امل عندي أرجون. لحظة بورفي، شو عم تحاولي تقولي؟ أرجون بترجاك ليك بس لا تشهد ضده لاخي سهام بالمحكمة. طيب قول انه اخي قوصك وكان بحالة دفاع عن النفس. بورفي شو هالحكي هذا، انت جنيتي شيء؟ بدك يعني اشهد كذب بالمحكمة؟ عم تمزحي معي؟ أرجون اسمع، هاي الطريقة الوحيدة لحتى ننقذ أخي سهام، الباقيين كلهم بدهم يشهدوا ضد أخي. بورفي هذا شيء أكيد، لك سهام واحد مجرم والمجرم لازم ياخذ عقابه، المفروض إنه يتعاقب. أرجون أرجون بترجاك. بورفي حاولي إنك تفهميني، أنا بعرف إنه أخوكي، بس بالإضافة لأنه هو أخوكي هو مجرم خطير، نحن ما فينا نتجاهل هالشي كله بس لأنه أخوكي، فهماني بورفي؟ وبترجاكي ما تتدخلي. لا تدخلي حالك بالقصة بس تطلعي منها بورفي. اسمعيني أنا لازم روح هلأ بحاكيكي، وبتمنى أنك تفهميني، بترجاكي بورفي طلعي منها. ماشي؟ برجع بحاكيكي بحاكيكي. سلام. لا أنا ما رح أستسلم، إذا أرجون ما كان بده يشهد لصالح أخي سهام بالمحكمة لكان أنا رح أحكي مع بابا وماما بالقصة. بورفي أنت بتعرفي شو عم بتقولي؟ إيه بابا، بعد ما فكرت كتير وتعبت بالتفكير أنا عرفت إنه نحنا لازم نعطي أخي سهام فرصة جديدة. شو رح يساوي بهالفرصة؟ مرة تانية نفس الوقاحة والأنانية. أنت كيف فيكي هيك تنسي ببساطة أنه حكى عن بابا قدام الصحافة والإعلام؟ تيجو أنا بعرف، أنا متذكرة هالشي، ما نسيت شي من حكيه، بس ما حدا فيكن حاول أنه ينتبه على الضعف اللي من ورا كلماته. تيجو هو كان بالطريق الغلط، وإذا نحنا ما منوقف جنبه بهالوضع مين اللي رح يكون معه؟ بس يا بورفي هو ما بيعتبر حاله جزء من هاي العيلة. يا بورفي انت لازم تتذكري انه هذا هو نفس الرجال اللي خطفك. ايه استاذ، هذا الشيء ما نسيته، انا بعرف انه اخي سهام هو اللي خطفني، بس بهداك الوقت هو ما كان بيعرف انه انا بكون اخته، وهو عم يتصرف معنا بهالطريقه هاي، وكمان عم يعمل مشاكل بس لانه هو معصب مننا ومتضايق مو اكثر. هو ابن العيله بالاخير، في دم من ماما وبابا، يعني اكيد في شويه طيبه، ونحنا لازم نطلع هاي الطيبة، وبكرة بيكون جلسة أخي سهام وأنا رح أشهد معه.
انت جنيتي شيء؟ بتشهدي زور بالمحكمة؟ بتوقعي حالك بمشكلة لأنه الشرطة كمان بتعرف أنه هو يلي كان خاطفك وهو قوص على أرجون. بورفي، أنت ما رح تشهدي بكرة أنه أخوكي سهام بريء. أمي؟ أنت اللي عم تقولي هالحكي؟ ماما، مو أنت كنت تقولي رح تعملي كل جهدك لتجيبي أخي على البيت؟ أي بورفي، أنا قلت لك هالحكي. يمكن كنت غلطانة، ما كان لازم فكر هيك لأنه ما ضل عنا إلا خيار واحد، هو المفروض يروح على السجن. حدا مثله مستحيل يتصلح إذا ما أخذ عقابه، لأنه ببساطة هو أخذ أكثر من فرصة. بس ما مشي حاله. جانا هالمرة مع حق تماماً. إذا بيروح سهام على السجن وبيتعاقب بيحس على دمه وبيعرف الأغلاط اللي غلطه بحقنا وبحق حاله، ووقتها بس هو رح يطلع إنسان منيح ومربى ووضعه رح ينصلح. نحن كلنا رح نشهد بكرة ضد سهام بالمحكمة. إيه، فكري باللي بدك تساوي. يا ترى رح تشهدي ولا لا؟ عفواً. ألو؟ أيوة؟ ماشي. مازن، الدائرة القانونية لشركتنا قررت ترفع دعوى ضد سهام بتهمة تشويه السمع. منيح أستاذ، هو المفروض أنه يتعاقب على أغلاطه، خليهم يجوا يعتقلوه. سيادة الضابط وقف، اسمعني شوي، بترجاك اتركه لا تاخذه معك. أنا ما فيني اتركه. الحقيقة أنه شركة OVT هي اللي رفعت دعوة ضد ابنك. نحن لازم ناخده، والواضح أنه في كتير دعاوي ضده، وفوق هالشي ساوى جريمة تانية. وبكل صراحة الأحسن لمثل هدول المجرمين أنهم يكونوا بالسجن هلأ، ومكانه الطبيعي لفيشنه هلأ هو السجن. لا، هو بكرة في عنده محكمة، وهي اللي رح تقرر شو بدها تساوي مع ابنك. لا، استنى شوي. يلا امشي. خطرة الضابط، اسمعني شوي. لا، بترجاك وقف واسمعني شوي. لا تخاف، طلعك من السجن ما حق اتركك. فيشنو ابني؟ بترجاك رجع لي يا ما بدي اعيش بدونه. فيشنو؟ ما رح يصير شي. لا انتي لا تخافي، انا هون، انا رح طالعه لفيشنو من السجن. بترجاك رجع لي. يلا بقى فوتي بترجاك. خلص فوتي انتي، تضمني خلص ما رح يصير له شي. مثل ما كلكم شايفين نحن هلأ برات محكمة باندرا، بالمكان اللي فيه رجل الأعمال الشهير مازن دشموخ اللي رفع دعوة ضد ابنه سهام بتهمة الخطف. وغير هيك وجهت عائلة دشموخ عدة اتهامات ضد سهام دشموخ، وجلسة الاستماع رح تصير اليوم. محضر الجلسة رح يبلش قريباً، خليكن معنا، نحن رح نوافيكن بأحدث تفاصيل القضية. كان معكم كاران والمصور راهول أمام محكمة باندرا. فيشنو؟ أنت ما فيك تشوفي هلأ. فيشنو لا تقلق بنوب، ما رح يصير لك أي شيء، أمك لساتها عايشة وما حدا بيقدر إنه يأذيك وأنا موجودة. أنا رح طالعك يا ابني، لا تقلق بنوب. خلاص بيكفي، خلينا نروح. تفضلوا اجلسوا أماكنكم. سيدي القاضي، هذه القضية واضحة جداً وبسيطة. موكلي السيد مازن دشموخ قد رفع دعوى ضد السيد فيشنو، والمعروف أنه ابنه سهام، وها هو هنا. أحضروا سهام دشموخ المعروف بفيشتو لالا إلى منصة الشهود،
وابدأوا جلسة الاستماع للقضية. سيدي القاضي، هذا الشخص قائمة جرائمه كبيرة ولا تنتهي، وهي تبدأ عندما قام بجريمة خطف ابنتي السيد مازن ديشموخ الآنسة بورفي، بالإضافة إلى أنه طلب بالمقابل فدية قدرها 3 ملايين. سيدي القاضي، فقط الخاطف المحترف يستطيع طلب مثل هذه الفدية الكبيرة، لكن شرطة مومباي استطاعت أن تفشل خطة السيد فيشنو المزعومة وألقت القبض عليه، لكن سيدي هو لم يكتفي بجريمته تلك، فقد وجه المسدس على رأس السيدة جانا وحتى مربيه بالان، أيضاً اعتدى على مكتب السيد ديشموخ وقد هدد بقتله، وهو أيضاً اعتدى على منزل السيد ديشموخ وهدد بقتلهم. سيدي، نحن لم ننتهي من جرائمه، وأيضاً مربيه قد خطط معه لقتل السيدة جانا وقد رتب لها حادثاً. سيدي القاضي، هذه الجرائم التي قام بها، وأنا الآن سأثبت لك هذا الشيء ضمن المحكمة وبمساعدة الأدلة والشهود. سيدي القاضي، أريد الآن الإذن منك لأنادي الآنسة بورفي إلى المنصة لتدلي بشهادتها أمامك. هذا مقبول. شكراً سيدي القاضي. بتعرفي شو عم بتقولي؟ بعد ما فكرت كثير وتعبت بالتفكير، انا عرفت انه نحن لازم نعطي اخي سهام فرصه جديده. هو كان بالطريق الغلط، واذا نحن ما بنوقف جنبه بهالوضع، مين اللي راح يكون معه؟ انتوا ليش عم تضربوها؟ هاي مسؤوليتي الي وانا راح احكي معها. تفضلي كلي. آنسة بورفي، هل صحيح أنك انخطفت منذ أيام لفترة معينة؟ إيه. أود أن أسألك، هل تذكرين وجه الخاطفين؟ وهل تعرفين أسماءهم؟ أريد جواباً آنسة بورفي، قولي أي شيء، أخبري سيادة القاضي. إيه. حسناً، هل هذا الشخص كان أحدهم؟ إيه. حسناً، الآن أود أن تقولي، هل الذين خطفوك طلبوا فدية كبيرة مقابل أن يطلقوا سراحك؟ يا آنسة، أنت فهميني ليش هلأ عم بتضيعي لي وقتي ووقتك؟ أنا رح أتركك بكرة الصبح بس آخذ المصاري، ليش لحتى تخليني أخسر 3 مليون؟ هل هذا الشخص طلب منك أي فدية؟ أجيبي، أخبري المحكمة. ايه هو طلب فدية مني، بس انا ما واجهت اي مشاكل وعملوني كتير منيح.
جانا شبه بورفي جنات. إذا هي بتقول هيك القضية رح تصير أضعف ورح يطلع سوهم. أنسة بورفي، هل آذوكي أو هددوكي بأي شيء؟ لا. أرجوكي فكري قبل الجواب، أرجوكي أريد جواباً صريحاً. اسمعي أنسة بورفي، أنت الآن لا داعي لأن تخافي من أي أحد. والآن تذكري، من الممكن أن يكون قد هددك أو أخافك في أي مكان، مثلاً في السوق، في جانب البيت. مدام أنت ليش خايفة؟ اسمعني مني أرجو، إذا أنت بتنطق أي كلمة ممنيحة أنا ما بعرف شي عن المحكمة، بس أنا رح قرر نهايتك، فهمت؟ كيفك؟ شو أخبارك؟ شو عم تساوي هون؟ أنت شو قصدك في هالحكي؟ أنا أجيت حتى أتمشى، شو المشكلة يعني؟ قلي هذا المول لإلك شي؟ أنت مشكلتي. ليش ما عم تجاوب؟ سؤال سهل، بدها تحكي بوضوح. بورفي هي أهم شخص بهي القضية، ومو لمصلحة قضيتنا إنه هي هلأ تصير ضدنا. المحكمة رح تحس إنه بورفي عم تتلاعب فيها، وهيك الخطة تبعنا رح تفشل. هي لازم تشهد ضده. ما بعرف ليش ما عم تشهد ضد سوهام، ليش لهلأ ما عم تحكي شي؟ يمكن بورفي حدا عاطفي، أنا خايفة من إنه هي تنجر ورا عواطفها هي. سوهام لازم يتعاقب على جرائمه، من المفروض إنه يروح على السجن. أنسة بورفي، ما هو جوابك؟ المحكمة تنتظر شهادتك، هيا أجيبيني. تكلمي يا أنسة، هذا الشاب الذي يقف أمامك هل أخافك أو هددك بشيء؟ سيادة القاضي، أنا ما حسيت هيك، بس بهداك الوقت أنا ما عرفت إنه أخي. أنسة بورفي، اسمعي، أنت جاوبي على السؤال الذي حددناه لك، هذا كل شيء سيدي. أنا أريد الآن الإذن منك لأنادي السيد أرجون للمنصة ليدلي بشهادته. الإذن مقبول. سيد أرجو. نعم. أخبرني، هل أنت ذهبت إلى مخبئهم لكي تنقذ بورفي؟ إيه. وأيضاً عندما هربت معها من هناك، هل من أحد أطلق النار عليك؟ إيه. حسناً، أخبرني من هو الشخص الذي أطلق النار عليك؟ هذا هو. سيادتك، مو بس وقت رحت أنا لحتى خلص بورفي من الخاطفين، كمان نحن تبادلنا إطلاق النار مرتين أو ثلاثة، وحاولت نبهه كتير إنه ما يلاحقها لبورفي وهو ما رد علي. بس أنا لازم أقول هذا الشيء قدامكم، إنه هو شخص مجرم وسيء كتير، رغم إني منعته من قبل أكثر من مرة، بس هو ما رد علي. شكراً سيد أرجو. شكراً سيدي. الآن أريد الإذن لأنادي الآنسة تيجو لتدلي بشهادتها. هذا مقبول. شكراً سيدي. آنسة تيجو، ماذا تريدين أن تقولي؟ سيدي، كل التهم اللي ضده صحيحة، هو خطف أختي، هو شخص سيء كتير وطلب فدية من بابا كمان، ووقت نحنا رحنا على ضيعته ويلي عمله أنه خطفها لأمي وكان عم بيحاول يقتلها بالمسدس، الحمد لله أنه بابا كان موجود بوقتها، وإلا يمكن هو كان قتلها وبعت رفقاته المجرمين على بيتنا وكان عم بيهددنا كل الوقت. هو شخص سيء كتير ومجرم، ضروري كتير إنه مثل هدول الناس يتعاقبوا. كمان هو ما ترك شي سيء إلا ما سواه بس حتى يخرب سمعة بابا.
سهام ديشموخ، هل تريد أن تدافع عن نفسك؟ سيادتك، أكثر شيء مهم بهي المحكمة هو إنه اسمي مو سهام ديشموخ. فيشنو لالا، أنا اسمي فيشنو لالا، هدول مانن أمي وأبي، هدول هنن أبي وأمي. أتريد قول شيء للدفاع عن نفسك؟ لا، أنا ما بدي أقول شيء. حالياً رفعت الجلسة لساعتين، وبعد الاستراحة سيتم الإعلان عن الحكم بالقضية. مثل ما انتم شايفين المحكمة تأجلت لمدة ساعتين بالضبط، ولحد هلأ ما سمحوا لأي حدا من الإعلام إنه يدخل لجوا أبداً، بس بحسب مصادرنا نحن عرفنا إنه بنات السيد مازن بوربي ديشموخ وديجو ديشموخ وصهرن أرجون كارلوس كار كلهم شهدوا بالمحكمة ضد أخوهم سوهام، ونحن هلأ ناطرين حكم المحكمة ورح نشوف شو قررت المحكمة ونخبركم بكل التفاصيل. خليكن معنا. أستاذ، أنا بدي أحكي معك بموضوع، بس دقيقتين من وقتك أستاذ، أنا ما رح أخذ وقت كتير. أستاذ، ليك أنا بعترف إنه فيشنو ابنك، بس أنا اللي ربيته وقت اللي كان صغير، حبيته كأني أبوه، هو كل شيء بالنسبة إلي. لهيك أنا بدي أطلب منك أستاذ، بترجاك أستاذ عميل فيني اللي بدك إياه، بس أستاذ أنا بتمنى أنه ما تشهد ضد ابني بالمحكمة أبداً. أستاذ إذا هو بيصير له أي شيء وقتها ما رح أقدر أعيش ورح موت. أستاذ أنا ما قدرت أعيش بدونه 18 سنة ولا رح أقدر أعيش، لأنه ابني يلي من دمي عم يعمل هاي الجرائم معي أنا. مين يلي علمه أنه يكون مجرم؟ أنت يلي بتقول عن حالك أبو لفيشنو، اللي مين الأب يلي بيعلم هذا الشيء لأبنه؟ وبالنسبة لموضوع الشهادة، بعمرك لا تطلب مني أني ما أشهد ضده بالمحكمة، هو على الأكيد رح يتعاقب على الجرائم تبعيته. ليك دشموخ، لا تساوي هالتمثيلية، فهمت هالشي؟ انت بتعرف شو معنى انك تعلق معي؟ تتذكر الحادث تبع مرتك؟ ها؟ كان حظها حلو لانه وقتها هي نجت، بس اكيد ما راح تكون محظوظة بكل مرة. ايه؟ اذا اي حدا منكم راح يشهد ضد ابني جوا بالمحكمة، انت خسرت ابنك من قبل، انا راح فرغ 6 طلقات كاملة براس مرتك، عم تفهم علي؟ اتركني اعملها. يلا اترك. يلا لشوف، اضربني اضربني. شو صار، خفت؟ انا حابه اشوف قديش انت جريء. انت كان بدك تقوسني، قوس. ليش انت واقف؟ وين المحامين تبعك؟ محامينك الكبار اللي انت متعود انه تهددنا فيهم ما اجوا؟ والمجرمين اللي كانوا يتفتلوا معك هنن ما كانوا يتحملوا انه يسمعوا اي شيء ضد حضرتك. شو اللي صار بالا؟ يلا وينهم؟ ما في حدا رح يجي معك، لا اليوم ولا بكره. تعرف ليش؟ لانه انت الغلط هون. يلا قلي، انت كيف رح تنقذ ابنك؟ سهام صار مجرم بسببك انت، انت اكيد رح تتعاقب على هالشي. وبتعرف شو رح تكون عقوبتك؟ شي مرة فكرت بالعقوبة؟ انت رح تشوف ابنك عم ينحط بالسجن قدام عيونك. هذا بيكون اكتر شي بيوجع بالنسبة للأب. انت اول أب بالعالم، ابنه بسببه رح ينحط بالسجن،
إذا بيخسر سهام اليوم بتكون هزيمتك لإلك. أنت بتعرف يمكن أنت غلطان كمان مثل مغلطانة أختي فارشة تماماً. حالة ابنكن هلأ أنتوا اللي حطيتوه فيها، أنتوا الاثنين ساويتوا كل شي لمصلحتكن، أنتوا طالعتوا منه مجرم وكمان لمصلحتكن. مع مين عم إحكي؟ مع الشخص اللي ما بيحس بالغلط أبداً وحياته كلها غلط؟ أنت بتعرف تمثيلية الحب الحزينة تبعك هي مجرد تمثيلية. لو أنت عن جد كنت مهتم بسهام ما كنت طالعته مجرم. برفقتك لا الحاضر تبعه منيح ولا مستقبله، لهيك أنا بدي إياه يروح على السجن. على القليلة بعد ما يروح على السجن هو رح يعرف شو اللي كان صح. ومشان هذا السبب أنا وكل عيلتي رح نشهد ضد سهام بالمحكمة. أنا بدي إياه يروح على السجن. يلا مازن. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.